ضيفتنا الحلقة اليوم سميتها سناء وكنيتها مرحاتي من مواليد 1984 في مدينة صفرو. كبرات في عائلة كتهتم بالفن الراقي وفن الكلام الموزون، فن الغرناطي والملحون. هادشي علاش كان طبيعي أن الطفلة سناء تكبر مع الملحون وعالم الكلام المطروز. إلا تكلمنا على السيدات اللي دخلوا مجالات كانوا محتكرينها غير رجال، فهاد المجال سناء كانت من الأوائل اللي دخلوا عالم الملحون وتميزات كباقي الفنانات اللي بدعوا في هاد المجال. ماجدة اليحياوي، حياة بوخريز، وزيد وزيد. سناء مرحتي من الأصوات المتميزة واللي كتطربنا في فن الغرناطي والملحون. وماشي فقط هادشي، سناء مرحتي كانت عندها أيضا تجربة تقديم تلفزيوني واللي برعت فيه. هاد الصدى الزوين اللي خلت في المشهد الفني المغربي خلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوشحها بوسام من درجة ضابط. والأكيد هاد اللحظة كانت من بين اللحظات اللي ما عمر سناء مرحتي تنساها. الحصول ما عندي ما نقول. سناء مرحتي، مرحبا بيك. سناء تبارك الله عليك. الله يبارك فيك، شكرا على هذا البورتري الجميل. شكرا لك. استاهل بيان سور داكشي كامل المسار الفني ديالك. الله يبارك فيك. لخصوا لينا علاء. تبارك الله. بغيت نبدا نتعرف عليك اكثر. انا بغيت نبدا معاك من البدايات ديالك. بغيت نعرف الدور ديال الاب ديالك في هذه البلاصه اللي دابا انت وصلتي لها. الوالد ديالي الله يرحمه كان له الفضل ان حط رجلي على اول درجه في هذا المشوار الطويل ديال الملحون. كان نهضروا على 25 سنه، وما كنتش كنتوقع شي نهار غدا نوصل لهاد المرتبه اللي وصلت لها الحمد لله في الملحون. الحمد لله اليوم بزاف ديال الشباب كياخذوني كريفيرونس في الملحون، كيحفظوا على القصايد ديالي. كنتلاقى بعائلات كيقول لي راه كنتبعينك ملي كنتي صغيره. واحد اخرين كيقول لك متبعك ملي كنت صغير كتجيني شويه. كنبقى كنحسب كنلقى 25 عام نيت دازت، يعني راه جي كبر كيسمع الملحون على كان. فاش قالت لي قلت لها علاش حال عندك ما كنتيش كنحسبك كنلقى الاحساس هذا ملي كتكوني في شي بلاصه كيقول لك شي حد كيكون كبير كيقول لك خالتي كنشوف فيها كيقول لي راه ملي كنت صغير وانا كنسمع لك. ولكن كيعجبني الحال لان هو اللي مزيان في الموسيقى التراثيه هو ما حدك كتزيد في ليكسبيريونس وفي الخبره ديالك. ما حد الناس كيبداو كيبغيوك والناس كيتربوا على 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 صوت ديالك وعلى الاداء ديالك. هادشي كيشرفني، وكنشكر الوالد ديالي كنقول الله يرحمه اللي في هاد الايام المباركه، لانه هو اللي ساعدني وكان كان معايا في جميع الحفلات. ما كانش كيطلق لي من يدي فاش كنت كنمشي معاه وانا عندي 12 13 سنه. دونك فضلوا الله يرحمه. ربما كانت